السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة طيبة. البداية بالعناوين. اتحاد العلماء والأئمة والدعاة يدعو للانتفاض على البرهان عقب توقيع اتفاق مع الحلو. المؤتمر الشعبي يعتبر أن فصل الدين عن الدولة خيار غير معقول. احتجاجات بالجزيرة تنديدا بمقتل مواطن، والداخلية تعفي مدير شرطة ولاية الخرطوم بسبب دعوته تعديل قانون النظام العام. الجيش يحرر الرهائن بعد مطاردة لميليشيات إثيوبية قتلت 4 فتيات، والمبعوث الأمريكي يصل الخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا الاتحاد السوداني للعلماء والأئمة والدعاة كافة الشعب للتمرد والانتفاض على المجلس السيادي الحاكم. أقال الاتحاد خلال بيان له بأن توقيع إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال فيه تجاوز وطغيان وبغي وعدوان وانتهاك لإرادة الغالبية العظمى من شعب السودان، كونه ينص على فصل الدين عن الدولة ويؤسس للنظام العلمانية. قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض عبد الكريم عيسى إن التحدي الأكبر الذي يواجه السودان اليوم هو إدخال جميع الفرقاء خاصة الفصائل المسلحة في مسارات السلام الشامل في السودان. اعتبر عيسى أن فصل الدين عن الدولة خيار غير معقول ولن يفيد السودانيين في شيء، مؤكدا أن مشكلة السودان لا تكمن في فصل الدين عن الدولة بل تنحصر في مسألة الإدارة وتدبير الخلافات بين أطراف السودان وبين الفرقاء السياسيين أنفسهم. نؤيد النظرية القائلة بضرورة فصل الدين عن الدولة، ولا نعتقد أن مشكلة السودان الرئيسة هي مشكلة فصل الدين عن الدولة، بقدر ما نعتقد أن مشكلة السودان الرئيسة كانت مشكلة تكمن في الإدارة، في قسمة الثروة والسلطة، في عملية التهميش، في عملية التنمية غير المتوازنة ما بين أطراف السودان وأقاليم المختلفة، وهي العوامل الرئيسة التي قادت إلى تمرد أغلب الحركات التي تمردت في تاريخ السودان السياسي. وكذلك نذكر الغادة في حركة تحرير الشمال، حركة تحرير السودان، وخاصة القائد عبد العزيز الحلو، أنه قاتل مع رصفائه عشرات السنين حتى لا يمارس أي ما طرف من الأطراف فرض رؤيته على الجميع، وهو ظل ينادي بضرورة خلق تحول ديمقراطي كاملا تكون فيه السيادة ويكون فيه القول الفصل للشعب السوداني. ونحن نذكره بذلك، يجب أن لا يستقل منصة أنه يحمل السلاح وبالتالي يعمل على إملاء إراداته وقناعاته وأفكاره على الشعب السوداني. نحن نحترم إرادة الشعب السوداني ونرى أن واحدة من ثوابت عملية الانتقال وثوابت الفترة الانتقالية أن ترد السلطة كاملة إلى الشعب السوداني في اختيار ما يراه مناسبا. نحن مع الشعب السوداني إذا قام باختيار الدولة العلمانية التي تقوم بفصل الدين عن الدولة، وحينها سنعمل على إدارة حوار واسع وصبور وطويل مع الشعب السوداني حتى نقنعه بضرورة أن يتبنى أطروحة إصلاح الدين، إصلاح الحياة بواقع الدين. من جانبه رحب رئيس بعثة اليون تايمز في السودان فولكر بيتريس بتوقيع الحكومة والحركة الشعبية الشمال على إعلان المبادئ. أشار فولكر في تغريدة على صفحته الرسمية بأهمية الخطوة لتحقيق السلام الشامل، معتبرا أن إعلان المبادئ الموقع بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال عبد العزيز الحلو خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان حسب قوله. لمصلحة أي طرف تم توقيع هذا الاتفاق؟ ومن المستفيد من بنود اتفاقية تواجه جدلاً منذ لحظاتها الأولى؟ هل هو اتفاق التراضي أم الانكسار؟ وهل هي اتفاقية إعلاء المبادئ أم طمسها؟ اتفاق الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة الانتقالية الذي وقع الأحد في جوبا تمهيداً لبدء مفاوضات السلام بين الحركة الشعبية والحكومة يلقى ترحيباً من بعض الأطراف المحلية والدولية، لكنه يواجه دعوات بالتمرد. فكما كان متوقعا فقد رحب حزب الأمة القومي بالاتفاق، مؤكدا أن الإعلان يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار، فيما اعتبر رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير
أن الاتفاق خطوة كبيرة للأمام. رئيس الحكومة الانتقالية التي كانت أحد الأطراف في الاتفاق والغائب الحاضر عن الحدث يعتبر أن التوقيع بادرة شجاعة ودليل على توفر الإرادة الصلبة لدى كل السودانيين من مدنيين وعسكريين لاستكمال المرحلة الثانية من سلام السودان. الموقف الأممي لم يختلف عن موقف حلفاء البرهان، فقد رحب رئيس بعثة اليونيتامس في السودان فولكر بيرتس بالتوقيع معتبرا بأنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان. إلى ذلك قال عبد الكريم عيسى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي إن فصل الدين عن الدولة خيار غير معقول ولن يفيد السودانيين في شيء، تعقيبا على بنود اتفاق البرهان والحلو. أما الموقف القوي فقد أتى من الاتحاد السوداني للعلماء والآئمة والدعاة الذي دعا كافة الشعب للتمرد والانتفاضة على البرهان. الاتحاد اعتبر أن اتفاق البرهان والحلو فيه تجاوز وطغيان وبغي وعدوان وانتهاك لإرادة الغالبية العظمى من شعب السودان، كونه ينص على فصل الدين عن الدولة ويؤسس لنظام العلمانية. كما حذر من فداحة وخطورة الاتفاق داعيا السودانيين إلى الوقوف ضد كل محاولة أثيمة تمس إرادتهم وهويتهم وإبطال الاتفاق ومناهضته والوقوف ضده. لم تتضح الرؤية حول الاتفاق الذي ينص على تأسيس دولة علمانية، لكن حجم الأصوات الرافضة لبنود هذه المبادئ التي يسعى لها الموقعون يضع عديد التساؤلات حول المشروع الذي يحاك للسودان مستقبلا. لقي مواطن مصرعه بمحلية الجرشي 24 بولاية الجزيرة بعد اشتباك مع شخصين، حيث تم طعنه بآلة حادة أدت إلى وفاته. أفاد شهود عيان لموقع باجي نيوز أن أهالي قرية النور أحرقوا جزءا كبيرا من سوق القرشي 24، كما قاموا بإغلاق الشارع الرئيسي، وأشاروا إلى أن عضو مجلس السيادة طاهر حجر تدخل خلال زيارته إلى المناجل لاحتواء الموقف بعدما خاطب أهالي قرية النور وطالبهم بفتح الطريق. لوح طلاب وطالبات كلية الطب في جامعة الجنين بتقديم استقالات جماعية بسبب التفلتات الأمنية في المنطقة وما وصفوه بتماطل وتسويف إدارة الجامعة والصندوق القومي لرعاية الطلاب في وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الطلاب. وبحسب شهادة عدد من الطلاب فقد تعرض بعضهم للاعتداء من قبل متفلتين، وأصيب 6 منهم بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى الجنينة التعليمي لتلقي العلاج. كشفت مصادر مطلعة عن إعفاء الفريق عيسى آدم إسماعيل من منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم ونقله إلى وزارة الداخلية. أقالت مصادر في الشرطة بحسب موقع باجي نيوز إن الفريق عيسى آدم إسماعيل سيشغل منصب رئيس هيئة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية. أشارت إلى تعيين الفريق زين العابدين عثمان مديراً لشرطة ولاية الخرطوم. يأتي قرار إعفاء الفريق عيسى على خلفية دعوته لإعادة العمل بقانون النظام العام لحفظ الأمن عقب التفلتات الأمنية التي تشهدها العاصمة الخرطوم. تصدت القوات المسلحة السودانية لهجوم شنته ميليشيات إثيوبية على بركة نورين بالشريط الحدودي بمحلية الجريشة.
قالت مصادر مطلعة لصحيفة سودان تريبيون إن الميليشيات الإثيوبية دخلت الأحد إلى مستوطنة مالكومو داخل السودان وأطلقت نيران كثيفة على أكثر من 55 من النساء والشباب الإثيوبيين الفارين، ما أدى لمقتل 4 فتيات خلال عملية الاشتباكات مع القوات المسلحة. أكدت المصادر أن الميليشيات الإثيوبية قد اقتادت 30 من الفتيات الإثيوبيات، فيما تمكنت القوات المسلحة من تحرير 16 آخرين حيث تم نقلهم إلى القذارف. كشف وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي خلال لقائه بالمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث ومبعوثة الاتحاد الأوروبي مارينا فيرالا عن رغبة القاهرة في إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة بهدف توصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد. وأكد عبد العاطي دعم مصر الكامل للمقترح السوداني الداعي لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها أثيوبيا سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة بحسب ما نقلته صحيفة المشهد السودانية. وصل إلى الخرطوم اليوم المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث على رأس وفد من مباحثات أمريكية وأوروبية في القاهرة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي في ظل تعثر المفاوضات مع أديس أبابا. يناقش الوفد الأمريكي الذي يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة مع وزير الري السوداني ومسؤولين سودانيين تطورات ملف السد بحسب ما أكدته مصادر لقناة الجزيرة. كشف عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عن تعقيدات تواجه تشكيل المجلس التشريعي. قال جعفر لصحيفة الصيحة إن التعقيدات تتمثل في أن بعض الولايات لم تلتزم بتمثيل النساء فيما يلي النسبة المحددة لهن، وتمت إعادة قوائم الترشيحات إلى تلك الولايات. وأشار إلى وجود إشكاليات داخل الحرية والتغيير في بعض الولايات، فضلا عن أنه لم يتم التشاور حتى الآن فيما يخص نسبة 60% المخصصة للعسكريين وقوى الحرية والتغيير. وصف رئيس اللجنة العليا لطوارئ الصحية صديق تاور الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا أنه غير مطمئن ومقلق للجميع. أقال في تصريحات صحفية إنه استنادا على نتائج مسموحات ومتابعات أجرتها جهات الاختصاص الصحية بسبب تزايد معدلات الإصابات وارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية بسبب التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة. أبرز النتائج المناقشات ومتابعات الوضع الصحي في البلاد إنه الوضع غير مطمئن للأسف، يعني نقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة، إن هناك تزايد في الإصابات بشكل مقلق لنا جميعا، وفي زيادة في الوفيات، يعني السعة السريرية في المراكز العلاجية المختلفة تكاد تكون امتلأت تماما. هناك إشكالات حقيقية في يعني في الوضع، والسبب ليس هو موجة ثالثة أو موجة يعني جديدة بقدر ما هو إنه حصل تراخي أثناء تعاملنا مع الموجة الثانية، و يعني تملك الناس إحساس بأنه الأوضاع خلاص انتهت، وتجاوب بالتالي تصاعدت الحالات بشكل يعني مغلق. يعني الأول أمس الحالات حوالي 200 حالة في ولاية الخرطوم، أمس الحالات 250 حالة تقريبا في ولاية الخرطوم، وهذه يعني زيادة عالية جدا مقارنة بقبل أسبوعين تقريبا، يعني كانت في حدود 30 حالة في اليوم أو 40 حالة في اليوم وما كانت فيها. فبيهمنا إنه هذه الجائحة لا تحدها القوانين والإجراءات الرسمية رغم أهميتها وضرورتها، ولكن يعني يحد منها وعي المواطن بأنه هذه الجائحة تمثل خطر عليه وعلى أسرته وعلى أقرب الناس له وعلى زملائه في العمل وعلى جيرانه وعلى جميع الذين يتعامل معهم ويعرفهم. وبالتالي
حرصا على أنفسنا وحرصا على من نتعامل معهم ومن نحب ومن نحرص على حياتهم. يعني من الضرورة التعامل بجدية مع هذه الجائحة. أولا عندنا وعي من خلال تجاربنا في الموجة الأولى بكيفية التعامل مع هذه الجائحة وكيف تحمي نفسك وتحمي جيرانك وتحمي الناس بالالتزام بأبسط الأشياء، يعني كمامة، تباعد، عدم المصافحة، عدم المخالطة غير الضرورية، المناسبات الاجتماعية، الصلاة، الجماعة، التقارب فيها بدون مراعاة للتباعد، التساهل في المناسبات الاجتماعية، العزاءات، المناسبات العامة. هذه السلوكيات هي أكثر مهدد للناس في ظل ظروف هذه الجائحة. كشف عضو اللجنة السرية لأصحاب الصيدليات الدكتور محمد جمال عن ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 300% والأدوية المحلية بنسبة 85% إلى 100%. وقال جمال في تصريح لصحيفة نورس نيوز إن تحرير سعر الدواء يتطلب توسيع مظلة التأمين الصحي واستثناء قائمة الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة وغيرها من الزيادات، ونوه إلى أن تحريك سعر الدولار لهذه الأدوية أدى إلى ارتفاع تكاليفها، متوقعا أن تؤدي هذه الزيادة لخروج شركات وصيدليات عن الخدمة. استنكر تجمع صيادلة المهنيين إقدام الحكومة على تحرير أسعار الأدوية معتبرا ذلك بمثابة إعلان الحرب على المواطنين. ووصف تجمع الصيادلة في بيان له بحسب صحيفة الجريدة الوضع بالكارثي في ظل التحريك المستمر للدولار من 27 جنيه إلى 380 جنيه. أضاف البيان أن البلاد تشهد أزمة دوائية من العام الماضي عقب توجيه رئيس الوزراء لبنك السودان بإلغاء تخصيص دولار للدواء دون وضع البديل المناسب، منوها إلى أن ذلك أسهم في تعثر الرعاية الصحية جراء انقطاع الإمدادات الدوائية، كما بدوره أدى لانعدام وارتفاع أسعار الأدوية. رفض عدد من المزارعين توصية المؤتمر الزراعي بتبعية البنك الزراعي لوزارة الزراعة، مشيرين إلى أن وزارة الزراعة ليس من اختصاصها التمويل بل وضع السياسات والحزم التقنية بجانب الإرشاد الزراعي. أكد المزارعون رفضهم القاطع للتبعية مشيرين إلى أن البنك الزراعي تحت مسؤولية وزارة المالية وبنك السودان وليس وزارة الزراعة، وحذر أحد المزارعين من أن يؤدي تنفيذ هذه التوصية لضياع الإنتاج كله، داعيا كافة المزارعين لمناهضة ذلك بحسب ما أورده موقع صحيفة السوداني. كشف رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين محمد إبراهيم تبيدي عن ندرة في خام الذهب وتوقف في الإنتاج لدى المعدنين، مرجعا ذلك لقرار الشركة السودانية للمعادن الخاص بزيادة لجرام الذهب إلى 1000 جنيه. وأوضح تبيدي بأن القرار سينعكس سلبا على زيادة أسعار الذهب المشغول ويساهم في التهريب، مبينا أن سعر جرام الذهب الخام 18200 جنيه، لافتا لرفض اتحاد الصاغة للقرار واتجاهه للقاء وزارة المعادن لتوضيح التحديات التي تواجه القطاع بسبب زيادة سعر الجرام بحسب ما أوردته صحيفة السوداني. كشفت الشعبة القومية لمصدري الذهب عن شح كبير في الوارد من الذهب اليومي للعمارة في الخرطوم إلى جانب زيادة عمليات التهريب من مناطق الإنتاج. أقال الأمين العام للشعبة عبد المولى الجدال في تصريح صحفي إن عمارة الذهب في الخرطوم تعاني من شح الوارد من الذهب المنتج، وأرجع الجدال الأمر إلى فرض الشركة السودانية للموارد المعدنية رسوماً تصل 1000 جنيه على كل جرام وارد إلى الخرطوم. أوضح الجدال أن صادر الذهب إلى الخارج شبه متوقف وأن القرار الأخير وسع من دائرة التهريب. كشف أهالي قرى منطقتي جوز أبو ضلوع والتمتام عن اختفاء أجزاء كبيرة من طريق الإسفلت على طول طريق شريان الشمال الرابط بين المنطقتين. أقال الأهالي بحسب ما أوردته صحيفة الانتباه إن الرمال غطت الطريق في بعض أجزائه بصورة نهائية متسببة في تعطل حركة السير لعدد من المركبات،
أضاف مواطنون أن الرمال باتت تتسبب في كوارث وحوادث، مطالبين الولايات الشمالية بضرورة الالتفات للطريق حفاظا على الأرواح والممتلكات. أعلنت سلطة ولاية النيل الأبيض انهيار أكثر من 60 منزلا وتضرر مساحات زراعية واسعة بمحلية الجبلين جراء فيضان جديد لأحد أهم روافد نهر النيل. وقال بعض الأهالي المتأثرين بالفيضان إن مناسيب المياه فاقت معدلات الفيضان في موسم الخريف، حيث شمل مناطق المخاضة وخور الجول والحديد بوحدة الجبلين الإدارية. يأتي الفيضان قبل أشهر من فصل هطول الأمطار بالبلاد التي تبدأ من شهر يونيو. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان عن استقرار درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى دون تغيير مؤثر في البلاد. أقلت الهيئة بحسب تعميم صحفي أن البلاد لا تزال متأثرة بالمنخفض الجوي القادم من حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا والذي ضرب البلاد منذ الأسبوع الماضي. أشار التقرير أن البلاد تهب عليها الرياح الشمالية والشمالية الغربية متوسطة السرعة، تنشط أحيانا لتكون الأجزاء المتأثرة بحركة الرمال والأتربة المثارة محصورة في أجزاء من المناطق المكشوفة. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اتحاد العلماء والأئمة والدعاء يدعو للانتفاض على البرهان عقب توقيع اتفاق مع الحلو. المؤتمر الشعبي يعتبر أن فصل الدين عن الدولة خيار غير معقول. احتجاجات بالجزيرة تنديدا بمقتل مواطن، والداخلية تعفي مدير شرطة ولاية الخرطوم بسبب دعوته تعديل قانون النظام العام. الجيش يحرر رهائن بعد مطاردة لميليشيات إثيوبية قتلت 4 فتيات، والمبعوث الأمريكي يصل الخرطوم لمناقشة ملف سد النهضة. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وحوالي الطقس وأسعار العملات. إلى اللقاء.